هشتغل، انا لازم اشتغل. هو حتى مهما كان الانسان ده هو مكانته ايه، ربنا اكبر. فانا قلت ان انا اخليه مع ربنا احسن، ان هو هيقدر. يمكن ان انا مثلا لما اسعى ولا احاول ان انا اقدر اعمل حاجه، يمكن هو يحصل معجزه كده ان انا اقدر حتى احرك رجلي. ما كانش في اصلا حركه رجلي خالص، انا دلوقتي بمشي خطوات بسيطه بس، ان انا ده بالنسبه لي انجاز. مع الدكاتره قالوا لي ان مفيش، هو فعلا الحلقه هم ما بيتكلموش مثلا بيحكوا لي، لا هم يعني الدراسه بتاعتهم العلم ان الحاله ده او التشخيص دي خلاص هي حياتها ان هي تقدر على طول تتحرك ومش تعرف اصلا تعمل اي حاجه في حياتها. بس انا حاولت ان اتحدى نفسي اعمل علاج طبيعي كتير جدا اكتر، لحد ما انا ليه رجلي بتتحرك.